لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. لولا لولا انت اهلا، عامله ايه؟ كل ده بره؟ انت مش قلت الاجازه دي كلها هتقضيها معايا؟ انا شرفني انك هتيجي بدري. ما انا جيت بدري يا سيدي عشان اعمل لك الاكل اللي انت بتحبه واللي بقالك سنتين وانت محروم منه. يا سلام يا لولا، هي دي الاخوات ولا بلاش؟ كفايه انك حتى اجلت سفرك عشان تقعدي معايا. بطل بكش بقى واقعد، كنت غديت بره. بصراحه كنت هتغدى بس سدت نفسي. ليه كده؟ بقول لك يا لولا، وانا دمي تقيل ولا هزاري بايخ ولا الحاجات دي؟ مين اللي قالك كده؟ واحده كده في النادي. مين دي؟ واحده عامله فيها فنانه كده وعماله ترسم في الشجر كله بتاع النادي.
سيبك منها واوعى تفوت على نفسك الملوخيه بالارانب اللي انا عاملاها لك بايديا. ملوخيه بالارانب جيتي على الجرح. طيب تعالى يا سيدي. عجبك اللي انت فيه ده؟ لا انت قادر تقنع عزة ترجع لك ولا قادر تسامح نفسك على اللي عملته فيه. خنتها عشان تعاقبها على أنانيتها وإهمالها ليك، واكتشفت متأخر قوي انك ما بتعاقبش حد غير نفسك وانك أناني أكتر منها. طول ما هي مصممة على الطلاق يبقى هي هتقدر تعيش من غيرك، بس انت بقى هتقدر تعيش من غيرها ولا تكونش فاكر ناني هتقدر تعوضك عنها؟ ناني اللي انت مش قادر تبص في وشها زي ما انت مش قادر تبص في وش نفسك. أسيب جميلة عشان بحبها، دلوقتي ما بقاش ينفع أسيب جميلة مش عشان بس بحبها، عشان أنا متأكد إنها هتضيع من غيري. أنا الوحيد اللي أقدر أحميها من خالد واللي زيه. كده المشكلة اتعقدت أكتر يا آدم. من زمان وأنا عارف إن كل مشكلة ما تتعقد يبقى قربت على الحل. طيب وهتحل مشكلة جميلة إزاي؟ وده اللي قاعد أفكر فيه من الصبح. مش قادرة أتصور إنها رجعت بيت عمها والواد الصايع ده قاعد هناك. طيب فكرت تتصل بيها؟ أكلمها ما بتردش عليا، مع إنها كانت وعدت إنها ترد. أكيد في حد قاعد جنبها ومش عارفة ترد، أو يمكن خايفة عليا اللي تأذي بسببها. دي خبطة ماما. أحمد جوز عزة تحته مع المأذون. يا أستاذ رفقا بالقوارير إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وانا شايف ان انتوا قدامكم فرصه تراجعوا نفسكم. لا تنسوا الفضل بينكم. قلت ايه يا عزه؟ خلاص يا بابا انا فكرت كفايه. لله الأمر من قبل ومن بعد. من فضلكم البطايق. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لازم اشوفك النهارده يا جميل. اليومين اللي انت ما جيتيش فيهم المطعم كانوا اوحش يومين في حياتي. غصب عني، انا قلت لعمي تعبانه ومش قادره انزل الشغل. انا عشان كده طلبت ان انا اقابلك واشوف ايه اللي تعبك وايه اللي نزلك المطعم فجاه. بس انا مش عايزه اشغلك بهمومي. انا مشغول بيكي غصب عني وعنك يا جميل.
من ساعة ما شفتك في بيت عمك في اسكندرية لحد ما جيتي معانا هنا واشتغلتي في مصر، كنت بشوف في عينيكي كسرة الوحدة اللي أنا بعاني منها، وفي نفس الوقت كنت بشوف لمعة الأمل اللي ما عرفتهاش إلا وأنا معاكي. قعدت أعقل في نفسي وأقول بلاش أواجهها يعني بموضوع الجواز على أساس فرق السن اللي بيني وبينك. بعدها بقى عملت زي العيال الصغيرة وطلبت من وفاء إنها تقولك على كل اللي جوايا، بس لما قالت لي إنها ما لحقتش قلت أحسن الكلام يبقى مني ليكي، وديني هو جمدت قلبي وقلت لك على شوية صغيرين من اللي جوايا. وفاء اتكسفت منك عشان كده قالت لك إنها ما كلمتنيش. يعني إيه؟ هي كلمتك؟ أيوه، وقلت لها ساعتها إني بعزك وبحترمك، وإنه لو كان ليا أخ ما كانش عمل معايا أكتر من اللي أنت عملته. أنت من غير ما تاخد بالك حلت لي مشاكل كتير، خلتني أشتغل شغلانة بحبها وقدرت أحوش منها مصاريفي، وساعدتني أقدم في الكلية، ودفعت عني قدام عمي وحمتني من أذاه. عشان كده مش هقدر أضحك عليك وأقولك إن أقدر أتجوزك. أنا دلوقتي ما بفكرش غير في الشغل والكلية اللي عايزة أدخلها. طب وآدم؟ آدم كان حلم جميل وخلص بسرعة، وأنا مش هسيب نفسي أحلم بيه تاني. بس أنا بقى هسيب نفسي أحلم بيكي، ومش هفرط في أجمل حلم في حياتي حتى لو جايز ما يتحققش. ايه؟ مش هتقولي اتفضلي؟ اتفضلي. اتفضلي. لقيتك ما بتجيش الشغل، قلت اجي اطمن. كانش ينفع اجي النهارده. وانا عارفه ان انت طلقته امبارح، بس برضه ما ينفعش تفضل حابس نفسك في البيت هنا. عايز اجي شغل في ظروف زي دي؟ اعمل الظروف دي احسن بكتير من الظروف اللي كنت عايش فيها مع مراتك. كنت طول الوقت حاسس ان مراتك مشغوله عنك ومحسساك بده. احمد انت دلوقتي حر نفسك، لا ظالم ولا مظلوم. وبعدين يا سيدي انت لازم تحمد ربنا ان انت ما خلفتش منها اولاد. كان زمانك دلوقتي بتضحي بكرامتك عشانها، صح ولا لا؟ تفتكر عشان كده ما كانتش عايزة تخلف مني؟ على فكرة أنت ربنا بيحبك قوي. في ناس كتير اتطلقوا وعاشوا مع ناس تانية مبسوطين دلوقتي وسعداء جدا. محتاج وقت كبير قوي عشان أستوعب الكلام اللي أنت بتقوليه ده. وأنا يا سيدي مش هسيبك الوقت الكبير قوي ده لوحدك، على فكرة. مش هيبقى وقت كبير قوي يعني. ايوه كده اضحك بقى. إيمان تعالي. إيمان
اقعدي استني اقعدي. كويس انك صحيتي. اه طبعا الساعه 2 الظهر. قلت جايز تكوني لسه نايمه، اكيد ما نمتيش طول الليل. عملت اللي في دماغك يا عزه، طلقتي من احمد وما اديتوش فرصه يدافع عن نفسه. هو اصلا ما كانش عنده حاجه يدافع بيها عن نفسه. ده اللي انت بتحاولي تقنعي نفسك بيه. يعني ايه؟ يعني انت مش متاكده ان هو فعلا خانك، ما شفتيهوش بعينيكي. انا اصلا خلاص الموضوع ده خلاص ما بقتش بفكر فيه خالص. يا ريت يا عز، يا ريت ما تكونيش بتفكري فيه، عشان لو لسه بتفكري في الموضوع ده هتتعبي قوي، خصوصا بعد الطلاق. يا ريتك اتطلقتي من احمد بس، ده انتي طلقتي شغلك كمان. ما كنتش هقدر اشتغل معاهم هما الاتنين في مكان واحد. يبقى من دلوقتي تنزلي تشوفي شغل جديد. دلوقتي ايه بس يا ايمان؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، دي الحاجه الوحيده اللي هتخليكي تعدي الازمه اللي انت فيها. عزه، عزه مالك يا عزه؟ في ايه عزه؟ انت كويسه؟ اه كويسه ايمان، كويسه. مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي بس؟ انا سامعاكي زي ما تكوني بترجعي. لا لا، ده انا بس شكلي كلت حاجه مش نظيفه وجعت لي بطني. اكلتي حاجه امتى؟ انا مامي قالت لي انه من ساعه ما المأزومه مشي وانت ما اكلتيش حاجه وقافله على نفسك. تلاقيش عليا يا ايمان، انا هبقى كويسه دلوقتي ان شاء الله. لحقت تتعب؟ انت عارفه بقالي قد ايه ما جريتش كده؟ انت كنت بتجري قبل كده؟ تضحك ليه؟ واضح انه باين عليا قوي اني ما كنتش راضي زمان. مش مهم زمان، خلينا في دلوقتي. انت عايز تخس 10 كيلو الشهرين الجايين. 10 كيلو في شهرين بس؟ تقلقش، سيب لي نفسك وانا هخسسهم. يا ريت، انا من ساعه ما شفتك وانا عايز اسيب لك نفسي في كل حاجه. طب ايه؟ احنا هنفضل نتكلم كده ومش هنكمل جري ولا ايه؟ استني بس عليا دقيقتين هاخد نفسي واقول لك الكلمتين المحشورين في قلبي بقالهم فتره دول. اتفضل. ايه سكت ليه؟ هما صعبين قوي كده؟ هما صعبين قد ما هما حلوين، بقالي فتره طويله قوي ما قلتهمش. ما انا بحبك. شفتي بقى؟ اه انت سكتي دلوقتي. مش عارفه افهمك. عايزني اقول لك ايه؟ مش عارف، بس عايزك تفكري كويس قوي قبل ما تقولي اي حاجه. قصدك ما تسرعش زيك. ما تسرعش؟ ده انا كنت عايز اقولك بحبك من تاني يوم شفتك فيه. اللي يسمعك كده يقول ان انت شاب عنده 20 سنه. انا اصغر واحد عنده 53 سنه في العالم. ضحكتك دي بقى اللي ما بقدرش عليها خالص. عايزني ابطل ضحك؟ ما تقوليش حاجات تضحكني. طيب يا ست، خلينا في الكلمتين اللي ربنا فتح عليا بيهم من شويه دول. بص يا فهمي، انا مش هكذب عليك واقول لك ان انا مش حاسه بحبك من اول لحظه شفتك فيها. كان باين قوي في عينك. بس كمان انا شايفه ان انت لسه ما عرفتنيش كويس. انا مش محتاج اعرف عنك اي حاجه من اول ما شفتك. وحاسس ان انا قريب منك قوي، وده كفايه عليا. طب بقول لك ايه، احنا مش هنكمل جري بقى. يلا. Thank you.
ازيك؟ طيب بما انك ما بتردش حتى السلام، طلبت تقابلني ليه؟ بابا قال اني قلت له على السر اللي بينا. طبعا اتكسفت منه، مش مكسوف مني انا كمان. كنت فاكره سر هيفضل بيننا وانت وبس. هو كان هيفضل سر بينا لو كنا اتجوزنا زي ما اتفقنا. ساكت ليه؟ عشان انت اللي اضطريتني اقول لباباك، وانا ما كنتش احب اقول له حاجه زي دي ونتفضح قدامه احنا الاثنين. وانت فاكره ان هو ده الحل؟ مش عارفه. تفتكر انت ايه الحل؟ انا بقى دلوقتي فهمت، دي كانت غلطه مقصوده عشان تربطيني بيكي اكتر. ما فكرش اسيبك مهما حصل، مش كده؟ ايه جرحتك قوي؟ ما قصدتش ان انا اجرحك او قصدت ولا ما قصدتش، اديك طلعت اللي جواك. بس على فكره انا ما كنتش محتاجه اني اربطك بايه، عشان انا كنت فاكره انك بتحبني زي ما انا بحبك. بس انا خلاص ما بقتش بحبك، وهكره نفسي لو فضلت احبك بعد كل ده. عايز اتعشى من غيرك، وعندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. بس انا قابلتها النهارده في النادي وقلت لها كل حاجه على مراتها، ما كنتش قادر استنى اكتر من كده.
حماك اتكلم بيقول ان نوها رجعت البيت تعبانه واغمى عليها وجابوا لها الدكتور. الدكتور بيقول ان حالتها صعبه قوي، عندها ازمه نفسيه حاده وجايز ينقلوها المستشفى. هي كانت معاك؟ ايوه. قلت لها ايه عامل فيها كده؟ مش عايز اعرف، بس ما يصحش انك منظورها شويه في الحاله دي، على الاقل قدام باباها. انا هعدي عليهم بكره، بس كنت حابب تيجي معايا. تعالى، انت الوحيد اللي هتقدر تخرجها من الحاله دي، بالذات لو انت السبب في اللي حصل لها. أخيرا يا وفاء جمدت قلبي وكلمتها. جميلة؟ كنت خايف ما تجيش، بس أول ما شفتها داخلة المكان ما كنتش مصدق نفسي. كويس. أنا فعلا كان لازم أنا اللي أكلمها بنفسي. قلت لها إيه؟ قلت لها إن أنا بحبها وإنها مش هتلاقي حد يحبها قدي، وإن أنا كمان كنت بحبها من زمان، وإن أنا مع الوقت إن شاء الله هتحبني هي كمان. حتى بعد ما عرفت موضوع آدم؟ لا، آدم إيه؟ آدم ده أصلاً متجوز واحدة تانية، وبعدين أنا ناسية آدم ده خالص. ده غريب قوي، إزاي مستحمل الوضع ده؟ أنت أصلك مش فاهمة، أنت لو بتحبي زيي كنت تعرفي إن لازم تصبري وتستحملي كمان. عن إذنك عشان عندي شغل. أنا ما رضيتش أدخلك المستشفى. مستشفى؟ هو أنا تعبانة للدرجة دي؟ إن شاء الله يا حبيبتي هتبقي كويسة. مع إني مش عارف إيه اللي حصل. طيب، مش لازم دلوقتي أعرف اللي حصل. أهم حاجة تريحي نفسك على قد ما تقدري. فهمي بيه؟ ايوه. مدحت بيه وصل ومعاه ادم بيه. طيب هنزل لهم حالا. حاضر. اهم جمله يا ستي عشان اطمنوا عليكي. عايزه تقولي لي اي حاجه قبل ما انزل؟ هرجع لك. أنا آسف يا جماعة علاقتكم معايا. ما تقولش كده يا فهد. هو احنا عندنا أغلى من نهى؟ آدم في حاجة حصلت بينك وبين نهى أنا ما أعرفهاش. لا أبدا. أنا مش عارف نهى تعبت من إيه بالظبط. لما تخليه يروح يكلمها أكيد هيعرف منها في إيه. اتفضل فوق. تاني أوضة على الشمال. أحسن برضه إنهم يبقوا لوحدهم عشان يبقوا على راحتهم. شكلك عارف حاجة أنا ما أعرفهاش. إطلاقاً. آدم ما بيقوليش أي حاجة. عيال. عيال بيزعلوا مع بعض. الشاي يجنن.
سلامتك. أول ما عرفت إنك تعبانة جيت على طول عشان أطمن عليك. ليكي حق تزعلي. أنا برضو مش عارف إزاي قلت الكلام ده. بس أنت برضو لازم تسامحيني. أنا أول مرة أغلط فيك يعني. وإن شاء الله هتبقى آخر مرة. نهى. آدم. آدم من فضلك سيبني لوحدي. مش هزعل منك برضو. عارف انك اكيد متضايقه ومش سهل تنسي اللي حصل بسرعه. اطمن عليكي من باباكي. ان شاء الله يجيلك تاني لما تهدي كده. سلامتك حبيبتي. ألف سلامة يا روحي. إيه مالك؟ شريف قال لي إنك تعبانة قوي. عشان كده جيتي؟ هو أنا عندي بنت تانية غيرك. طب وليه استنيتي لما تعبت؟ أنت اتخانقتي مع جوزك؟ يا ريتني أقدر أحكي لك اللي حصل. وليه لأ يا حبيبتي؟ عشان أنت عمرك ما عودتيني على كده. طب إيه رأيك؟ ما تيجي نجرب. أكيد مش دلوقتي. وأصلا أنت عندك مشاكلك. مشاكلك اللي عمرها ما بتخلص. بس أنت مشكلتك عندي أهم. والله نفسي أصدقك. ياه. قد كده هو سر خطير لدرجة إنك مش عايزة تقولي لي عليه؟ ولا متأكدة إن أنا مش هقدر أعمل لك حاجة؟ لو حسيت اني قادره اتكلم هبقى اتصل بيكي. يعني همشي من غير ما اطمن عليكي؟ ادعي لي انت بس اني ما اتعبش اكتر من كده. ان شاء الله. كويس يا شريف انك جيت. تعالى اقعد مع اختك. يمكن تحكي لك اللي ما قدرتش تقولي عليه. خدي بالك من نفسك. مع السلامه. سلام يا شريف. سلام يا ماما. سلامتك يا روحي. مش لازم تعرف. هتخبي عني انا كمان؟ ده انا شريف. اه محدش فيكوا هيقدر يساعدني. سامي حسان. ماله؟ تهالي كده انه حطك في دماغه. ايوه. بقى كده. والله انت اللي بتسالني وانا برد عليك. ازاي تسمحي لنفسك تعملي كده وانت ست متجوزه؟ والله انا ما قلتلوش يعجب بيا. وبعدين هو ما يعرفش ان انا ست متجوزه. لو الوضع ده مضايقك جمد قلبك وروح قول له ابعد عمها علشان انا متجوزها من ورا اهلي واهلها. احنا كلمنا مها في الموضوع ده كتير وانت عارفه اني ما اقدرش اقول لاي حد ان احنا متجوزين. خلاص يبقى لا تتكلم على فهمي حسان ولا على خيره. مها انا فاهمك كويس. ما تفتكريش ان لعب العيال بتاعك ده هيخلينا غير. الموضوع لا لعب عيال ولا غيره. كل الحكايه ان انا اول مره من زمان قوي احس ان في راجل بيحبني في النور. مش عمال يداريني وحاسس انه بيعمل حاجه غلط، عمال يبعد عن الناس كلها. بعدين معاك يا مها. ما تحافظي على كلامك شويه. بص بقى يا مدحت، انا هجيب لك من الاخر. انت مش غيران عليا ولا حاجه. كل الحكايه ان انت خايف لحسن حساباتك تتلخبط والبزنس الجديد بتاعك يبوظ. ابنك وجوزته بنت فهمي حسين.
بس اللي ما عملتش حسابك عليه ان هو يحب يتجوز مراتك. ما شاء الله. هو بقى عرض عليك الجواز؟ لا هو لسه ما عرضش، بس هيعرض. وانت بقى هتسمحي له بكده؟ والله مش انا اللي سمحت له، انت اللي سمحت له لما ما اعلنتش جوازنا. مهما تلفيش تدوري على الموضوع ده ما حدش هيعرف ان احنا متجوزين وده كان اتفاقنا. خلاص انا كمان مش هقدر اقول له ان انا متجوزه، ومش هقدر اقول له ما يحبنيش. ما علينا، ابراهيم ما جاش ليه النهارده؟ انا عارفه انك هتفضل تلف تلف وترجع تتكلم عن الشغل. هو احنا مش جايين هنا عشان نتكلم في شغل ولا ايه؟ على العموم ابراهيم قال لي اقول لك انه مش هيقدر يطلع اي فلوس جديده غير لما تخلصوا المرحله اللي انتوا اتفقتوا عليها. الست اللي اسمها ليلى دي بقى وقعت بيني وبينه. هي الست اللي اسمها ليلى مش سهله، بس انا كمان مش هقدر اساعدك غير لما تعترف لي ايه اللي كان بينك وبينها. كان بيني وبينها؟ مفيش بيني وبينها اي حاجه. ما كانتش وقعتك في ابراهيم؟ مالك واقفه كده ليه؟ تفضلي بصلي كده كتير؟ ما تدخلي. انت لوحدك؟ ماما في المطبخ وفاء في اوضتها. تحبي انا ادهم لك عشان تصدقي؟ لا انا مصدقك. اه بحسب.